عايش في سباك. مجرد ان اسيب نفسي شايف الفويل دخل الفويل. وبالتالي ده ادى ما حط له مش راح الانسبيريشن اللي بتاع الانسبيريشن اتقطع.
تسمع حاجات كتيرة. أولا ممكن تسمع ويز. ليه؟ لأنه أولا إيه هي الويز؟ معلش أنا هرجع تاني للحاجة اللي فاتت. نقول أنت بتعلق على ثلاث حاجات. إيه الريتمي بتاعت الفيزيك، والحاجة التالتة اسمها أدفنتيشيوس ساوند. يعني إيه أدفنتيشيا؟ أدفنتيشيا يعني أصوات زي إيه؟ يعني أصوات في الشست النورمال المفروض ما تبقاش موجودة. يعني حاجات بتبقلل سكريشنز، في حاجات بتظبط. والله ايه بقى ليه وزمانين بقى ليه ده سكريشن. لو تمرس وتتحرك مع النفس مع الكحه وبتاع دي بتبقى ايه يعني تاكوكايتس. لو فاير بتتكلم في انتبيتيشن سكريشن. لو فاير دقيقه ايه سبايرال وليه بتبقى في حته واحده وما بتتغيرش مع الكحه السكريشن ده في الالفيولاي ده بتاع الجمهور. تتوقع ان السكريشن تبان في الانسبيريشن ولا في الاكسبيريشن؟ وانت بتشد الشيشه كل في الانسبيريشن. يبقى الكريبيتيشن في الجنرال في الانسبيريشن. انما الزمامير بقى الحاجات اللي بتظبط يا اما غريزه زي صوت الساكسفون دمار رونكايت ده كلمه لاتينيه سوري كلمه انجليزيه بقى انجليزيه عاديه رونكاي يقول لك الفرقه معاها رونكاي كلمه انجليزيه دي رونكاي يعني زماره زماره دي ممكن البرونكايتس رونكايتس بعد كده زماره انسبيرال انسبيرال. انما بقى الويز ده نوع انواع الزمامير بس رفيعه نسميها سيبولنت رونكاي دي بتاعت الايه؟ الازمه السيبولنت رونكاي الويز دي بتاعت الازمه اللي هي لازم تبقى ايه؟ ان ولا اكس؟ اكسبايرد. يبقى لما انا اعمل لك الصوت ده انا هحاول امثله، ده بتاع الويز. الاكسبايريشن. طبعا عارف اجيبه من اثار التفكير الذي مسيرة ستاتي. يبقى اذا السيفلنت روكاي دي كل دول ادفنتيشن ساوند. دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت الاب. بس ممكن نسمعها عادي بقى في الكوبرايتس. ليه؟ لان التيرمينال بتكون مسدوده للجنب فالهواء بياخد ايه وقت بتاع الدكتور ممكن تسمع ممكن تسمع من الكوبرايتس وتلاقي في اير تراك شويه بعدها يعني اير تراك الشيست هايبر انفليت شويه. ليه؟ لان الهواء في الانسبيريشن دخل الالفيولاي ده يخرج عن البروكيولز الضيقه الرفيعه مسدوده للجنب ممكن كده يعمل ايه؟ نحجزه نسبة لما أسميها بيحجزه ياخدوا الأكسجين. الموست كومن كوز ده سؤال مهم جدا. الموست كومن كوز أوف برونكيولايتس هو الريسبيراتوري سينسيتيال فايروس. 80% من الحالات سببها الريسبيراتوري. إيه اللي ممكن يعمل معاه بقى؟ أي حاجة بقى تانية فايروس ممكن تعمل. يعني فايروس انفلونزا فايروس وانفلونزا فايروس وفايروس فايروس بس لازم تعرف النايم هيحجز الطفل لو حصل فيها ايه؟ الاسبارات الاستيك وطبعا النايم الاستيك والاسبارات الاستيك تجيب 100 وكتير جرام دي فيحجز الطفل هنحط على الاكسجين وبراكتس بقى ايه؟ في كلام في ناس تكتب بروكو دايجيتور ناس تكتب ديسترويز ناس تقول لك لا الانجليز يقول لا ده مش اي لازمه ولا انتيبيوتكس ده فايرال كوز. في بعض البكتيريا ممكن تعمل بروكيولايتس اللي هي ايه؟ اللي هي المايكوبلازما ممكن تعمل لنا ايه؟ طيب نبص بقى على السلايد. الموست كومن سيريس اسباتيك او انفنس ده مرض ربع زي ما قلنا زي ما قلنا طبعا بيجي في الوينتر اتش 1 9 مانس ده انفنس ار اس دي اللي هو الاسباتيك سيكال فايروس هو 80% من الكوزز فارا انفلونزا فايروس فارا فايروس فايروس انفلونزا كل ده ايه؟ فايروس ممكن تعمل كورايزا يعني راش كومباند ممكن تبتدي كورايزا سيمتومز بروسيس بعد كاف بريسلسنس في ديفيكالتي ديسبيا ريكارد اكيا. مين بقى اللي تخاف عليهم؟ اللي تخاف عليهم بقى من الفلوكس اللي هتبقى بيلي سيريز خطيره جدا ثلاث عيال
القصه دي وديسكارد عن حاجه اسمها كرونيك لانج ديزيز او اي اس تاني برونكو بالمونري ديزيز. خرج من بيته، خرج من الوقت، خرج من الحضانه عمره مثلا وات ايفر، وبقى وده في البيت بيعدي بقى بيكمل ايه مرحله الانفلس بتاعته. لو جاله بنكرايتس السوسوس دي، ودي من الحالات اللي بياخدوا مونوكلونال انتي بوديز بعد ما خرج بقى انترا ماسكر اجينست الاسبيرانتس سيكال فايروس. اجينست الاسبيرانتس سيكال فايروس. من حوالي 15 سنه ولا حاجه واحده المانيه يا عيني طيبه جايه، ما كانش عندنا مونوكلونال انتي بوديز. فالولد ده فيجر وبياخد مونوكلونال انتي بودي، وجايه لها بقى مصممه انه ياخد المونوكلونال انتي بودي اجينست الاسبيرانتس سيكال فايروس بتاعته. يعني يا ستي ما عندناش الكلام ده، لا يوم بس بقى موجود. وعايزه تشتكي وبلغ القنصل الالماني ولا يعني ده القصه كده مش موجود في مصر. يبقى ده بيماتيو او ديفيرت برونكو بالمونري ديسبليز او طفل عنده كونجنتال هارت ديزيز او طفل عنده اندرلاين تشست سيفير تشست كونديشن زي سيستيك فايبروز ريكاب بيرسيستنت انفكشن في اللنج. سيستيك فايبروز هنتكلم عنها في حته كده هنتكلم. يبقى الثلاثة دول خلي بالك جدا ان الكونديشنز هتبقى سوسيال. انفستيجيشنز بلس اوكسجين بريشر في سيل اوكسجين ممكن تعمل تشيست اكس راي بلاك جازز. الهوستل ادمشن تبدا ان احنا نجهز الاطفال ابيا اوبزرف او ريبورت شفتها او اتقلق عليها من سيستم اوكسجين سيتويشن اقل من 92% عن روم اير. مش حاطط اكسجين وكلها اكسجين بتاعه فوق خمسه، لا عمره كام؟ انادمت فلويد انتيك او سيفير سيفير ريسبيراتيف ستريس. بنحس بقى برانتين تشست انتراكشنز او ريسبيراتيف انتراكشنز. المانجمنت السبورت بيتحط على الاكسجين ومونيتور فور اكتر. حاجات كتير اللي قلتها لك واحنا بنتكلم في البروتوكولز دلوقتي الدكاتره بتعملها. ادوا هايبر كورتيسون عشان يريجيت السيتويشنز، ادي انتيبيوتيك ستيرويدز او سالفيتامول وبروتوكول كورمايد وبروتوكول دايليتورز. كل ده ايه؟ يعني هو قالوا نو يوز، انما حقيقه الامر من دي يعني الدكاتره من دي. احيانا بيستخدموا هاي فلو ليزر كانيولا اوكسيد او كونتينيوس بوستيف اير واي بريشر اللي هو السي باك وحاجه اسمها هاي ليفل ايه؟ باي باك. والحالات السيفير قوي تبقى وحشه قوي في الفنتليشن بتاعها. نضطر ان احنا نعمل ايه؟ ميكانيكال فنتليشن. ريسبيراتوري سيكال فايروس از هاي انفكشوس لاند ماكين انفكشن كنترول جود هايجين نفسك كويس جراند جلوبز وهكذا. نادرا بعد اربع فيروسات زي الادينو فيروس بيحصل نوع منها وحش سيفير اسمه برونكيولايتس اوبليترانس. بيحصل فيه بيرمننت دامج في الايه؟ في الايربيز. دي صوره لانفا عنده برونكيولايتس رايت توب سايد كارنت اكيد بيعمل كارديا سبورت ريتراكشنز هايبر ليه؟ ولا لما قلت لك الاير ترافيك الهواء دخل ومش عارف يبقى كويس اسمها هايبر انفليشن في التشست. ان شاء الله في البرونكال اثر الهواء دخل مش ما بيخرجش او باري شيب تشست او عمليه كرونيك بقى اللي فيه بيصير دايما بيزيد ويبقى ايه؟ ساعات بتعرف العيال الازماتيك قبل الكوبلين لو هو نايم على السرير ولقيته باري شيب تشست. حاجه اسمها اير ترافيك. اوسكارتيشن ممكن تلاقي كومبليكيشنز برولونجد اكسبيريشن بتقول عليه ويز. بريفنشن ادي ست الادويه بقى مونوكلونال انتي بودي ممكن اسبيراتكس سي جي فايروس انترا ماسكر الهاي ريسك ايدر انفانت او عشان هو عنده ايه؟ اسمها ايه اللي قلناها؟ برونكو بالمونري ديسبليز. طيب ادي حاجه هنتكلم عن النمونيا. النمونيا از انفلاميشن.
تعملي سوا الوسطاء قوي ودي اهم حاجه حاطتين ثلاثه بس ايه ومبسطه يعني وظريفه مش وحشه. طبعا هو بنبتدي ان احنا نقول لك شويه معلومات عشان تعرف اهميه النمونيا في العالم وضعك تحتها. في حوالي اكثر من نص مليون طفل بيموتوا كل سنه من النمونيا. الفيروسات الموست كومن بس تنفخ حتى الانفانسي بعد الميتال فيلم. الميتال فيلم فيها اسباب، الانفانسي فيها اسباب، الميتال فيلم فيها اسباب. البكتيريا في النيونيتس والنورمال تشيلدرن وفي الكلينيكال براكتس صعب انك تفرق ما بين الفيروس يعني الكشف كده واللي هي البكتيريا. طيب نقطة بقى مهمة. النقطة دي مهمة ليه؟ لأن لما يتجهز لك عيان عنده نيمونيا في سن معين وأنت عندك خلفية إيه الموست كومن أورجانيزم في السن ده هيفرق معاك إن أنت نتيجة الكالتشر سبنت واللاب كالتشر يطلع نوع الإمبيريكال أنتي بايوتكس اللي هتستخدمها عشان إيه توفر وقت. النيو بورن بالمنطق كده النيو بورن دي حاجة جاية له وبالتالي الجروب بي ستريبتوكوكاي مش جروب اي بي تبع ده جروب بي ستريبتوكوكاي وهتلاقيها عدت عليك في الجينيتال سيبسس كمان ايرلي اونست سيبسس وخدت الجينيتال سيبسس ولا لا هتلاقي ايرلي اونست سيبسس وليت اونست سيبسس. ايرلي اونست سيبسس دي جايه من شركه تراكت على المدى يروح حاطط لك تبع على طول ايه جروب بي ستريبتوكوكاي جرام نيجاتيف كتير وكتار بس اللاين والابسيلا وكده كل ده ممكن ايه لو طفل في جينيتا دي وعنده ديبوزي. انفنتس عدى بقى مرحله الجينيتا دي اللي هي اربع اسابيع من العمر ابتدي بقى الفيروس يستسلم. والستريبت كوكا نيمونيا اللي هي نيمو كوكا كده واللي ممكن يستخدم واحد. وعشان كده لما كنت بقول لك لو انا ام بتقولي ايه التطعيمات الغير اجباريه تفضل يا دكتور التسميه يا ابني اقول لها الاثنين دول النيموكوكاي نيموكوكا نيمونيا المكورات الرئويه والهيموفيلس دلوقتي في الاكسيرا في مركز القلب ايه الفصل الاخر طبعا بفلوس بروفيشنال والستاف برضه معانا والبرتاسس والكلامين. خلي بالك بقى في حتتين كده هتلاقي الكلاميديا والمايكرو الكلاميديا والمايكرو بلازما دول بكتيريا بس مش انكمبليت بكتيريا. وعندهم لاجيك سيلولار صفات معينه كده. الكلاميديا والمايكرو بلازما هتلاقيهم ممكن يجوا صغيرين بس مش قوي زي السكول ايج تشيلدرن. يعني وقت في سته ابتدائي، وقت في اولى اعدادي. ده ليها اسم تاني بتاع الكلاميديا والمايكرو بلازما اسمها اتيبيكال كورسبوند ويل للماكروليز اللي هو ايه؟ الماكروليز زي السيستروماكس والكلاريستروميسن والاكستروميسن والكلام ده يبقى دول بتوع سن متقدم شويه. Above 5 years هتلاقي المايكروبلازما اللي قدام ليها اسم تاني اسمها تيبيكال نيمونيا وليها اسم تاني اسمها ووكينج نيمونيا. يعني ايه؟ وقفت النيمونيا على رجلين. يعني يخرج وينزل وهو عنده عشان كده في السن المتقدم نورت اكتر المايكرو بلازما والكلاميديا وطبعا ايه؟ ان ممكن تكلموني معانا على طول. بس الاول ايجز مايكرو بكتيريا تيوبركلوزز لوبيدكس يبقى الفصل نيو بور هي ربنا شكل اتراك بكتيريا نيشن لوبيستيك كوكاي وكوكاي انفنتس اند يونج تشيلدرن فيروسز بس ما تنساش بقى معانا الاستاف والهيموفيلس انفلونزا والبرتاسس والكلاميديا والاستاف. هنكبر شويه النيموكوكا النيمونيا موجوده ومعانا بقى اتيبيكال اللي هم الجوز دول الاخوان الكلاميديا والمايكروبلازما. هو بيقول لك الاميونيزيشن اجانس الهيموفيلس انفلونزا النيموكوكال عملت ديكلاين من ايه؟ بنسبة الحالات العامة. كلينيكال فيتشرز انفستيجيشن فيفر كفشر بريست
leadership to feeding abdominal well to large chest abdomen neck pain hook day pain the manner of the axis. Dural diffusion won't be helpful. The MS derived immunological reaction against اللي بيحصل ده في الناس او يبقى infected. يبقى infected سميناه empire. طب هنفرق ايه معانا بين حته العيان قلنا من الاول بلوزيا بعد كده بقى دورا ديفيوجن سترايل ريزولف باي انسلف لما العيان يتحكم لو امبايميا يعني دورا فيوت ده انفكت وسبريتد هتلاقي يعني سترايل وزيكتيشن والعيان مور توكسيك ممكن قدام لو ما صرفتش فيه مش هيعمل لنا سيبير فايروس بمشاكل شديده جدا في اللحظه. يبقوا ده يعملوا فيه ايه بقى الامبايميا؟ يفتحوه ويستخدم فايبرينوليتيك ايجنتس عشان تكسر السكيشنز زي يعمل حجرات كلها صديق يفضي ويداوم ايه الحيطان دي اللي ما بين السكيشنز دي. يبقى ده معناها امبايميا. اكزامينيشن الاول البرايس تشيست ابدومينال ليك بين ده بتاع بلوز او دورا ليك اكزامينيشن في بي تاكيتيا في بيز بوك بيز ريس ريسبيرات ليك انت لازم تعرف موضوع ريسبيرات ليك في المرحله الوقتيه دي عشان اقول ان في تاكيتيا ريس ريسبيرات ليك بتلاقي البرايس دامس اوف بيركشن ديفيز بريس ساوند برونكيال بريد ظهر لنا بقى كلمة ايه؟ برونكيال بريد، يعني ايه برونكيال بريد؟ طب هيبان لي ازاي بقى اسمعه ايه؟ بعمل ايه؟ فكيه بقى العالم النوم احنا مثلا زي الترابيه انت حطيت السماعه هتلاقي انسبيريشن وفي جاب وبعدين انسبيريشن. بص بقى انسبيراتري انبيتيشن لما قلنا بقى باريكو زماميه انا سكريشن ما تقولش باريكو زماميه انا بمثلها ففي سكريشن انسبيراتري تفتكر كده اي سكريشن زي ما اتقالت السيشه وانت بتسحب انسبيريشن اي سيميلنت ريكارد برونجت انسبيريشن وبتاع وانت بتخرج وهيبقى الحوار بياخد وقت اطول لانه مش عارف يخرج، الهواء مش عارف ايه يخرج بسهوله. طب افرض بقى البركشن لقيته ستوني ضل خالص. يبقى انا عندك ايه؟ دكتور الدكتور الدولي هو كاتب معلومه يعني مش عارف اقولها مش قادر اقولها. هو بيقول نايدر تشيست اكس راي نور بلاد تيست يكون بلاد كاونت اكيد نزل عند الصحيح لا هو مش قادر يقول هو بيقول مش قادر نفرق بالحاجات دي واحده يعني لقيت نيمونيا بالاكس راي ما تقدرش تقول ان دي والله 100% فايرال ولا 100% ايه بكتيريا في اللي بتاعتها دي الكلوريا ديفيوجن يبقى ستيرايد نسميه بارا مونيك ديفيوجن او انفكتد امبايميا لو انفكتد امبايميا فبيسكس في فايرال ديبوزيتس في سيتيشن وسترانز ايه موجوده جوه عارفين بنشك في الامبايميا ازاي الطفل جاي لك بنيمونيا مثلا دوري فيوجن متحرك انت جيت بدي انتي بيوتكس عاده بعد يومين هيخف ولا لا؟ النيمونيا هيخش يخف بعد يومين؟ قلنا عاده بعد يومين هيخف ولا لا؟ لا امال ايه اللي هيحصل في الفيفر لسه محفوظ ومتنيل وتعبان وكل حاجه بس الفيفر ايه؟ راح لسه مستمر الفيفر ولسه في اليوم الثالث والرابع والخامس يعني الولد ده دخل في ايه؟ في ايه؟ دي اكس راي مبين لنا ديفرنت بوزيشنز للنيمونيا في الرايت ابر لور واضح ايه؟ بس دي كونسوليديشن بس الهوريزونتال فيشن بتاع الرئه شيفت نقطه بسبب كونسوليديشن
تعمل ايه؟ تطبقها او الكونسوليديشن بتاعها حجمها اقل. لما حجمها اقل اهو بس ايه بلاك اترفع مين؟ الدفع. يبقى ده معنى كلمه سلايد دور له فوليوم بص في دايركت اسكيب. رايت مين اللوب؟ اهي تبقى كاركترستيك ليها انها بتتفقيلها في البوردر بتاع الارض. البورد بتاع الارض مش واضح. ليفت لور لوب عليا ودي برضه بنشوفها دي في اللينجلا زي اللينجلا يعني اللسان لينجوال الناس بتتكلم يعني لسان. ده لسان بروجكشن ايه؟ في الليفت لوب كونسوليديشن والدوسل ليفت سايد الارض. في بعض الكلوز بس يعني مش عايزين نقول نخش في تفاصيل. لو لقيت نيماتوسيز كتير يقول ده ستاب يعني ستاب بيعمل يعني ايه؟ لو لقيتها بس يعني في كاركترستكس كده بس لو مش موجود يبقى ودي صوره الراي سايد الكيميائيه. المانجمنت هنحجز مين؟ اللي عنده اوكسجين ساتوريشن انديكيشن فراجميشن اوكسجين ساتوريشن اقل من 92% ريكارنت هابتر درانكينج. ايه هي الدرانكينج؟ دي وان اوف ذا مانيفستيشنز اوف ريسبيراتوري ستريس. ايه هي الدرانكينج؟ No.
كنا بنسكس فايبر سترانز للبيشن درينج من دي ريكوير بيركينيس بيسكو سمول بور تشيست تيو الترا سابلاي فايبرولينيك فايبرولينيك ايم عشان الدم والكسر السنتيشن. ساعات بنعمل فيديو اسيسس تراسوسكوب سيرجري واحيانا تراكوتومي بديكورتيكيشن في الحالات السيئه قوي. Prognosis follow up for a child with a simple pneumonia يعني مش بس بيقول لك لو في بقى كولابس ولا ريزيستنس سيمتومز ممكن يعني الاكس راي بعد ايه 4 to 6. المرض الثالث هو الجوبين كاف اللي هو اسمه ايه بالعربي؟ سؤال كبير للاسف مفهوم جدا جدا. السؤال الديكي بيعمل سبازموتيك كاف Musical, you know, a similar to a guard. I will leave, then I
عامل تي، العامل ده يشمل انترايت رايت منذ تكوينه زي تعرض اليه يؤدي الى ظهور الكسر، فده اسمه ايه؟ مالتي فاكتوريال كده. طبعا اتس امبورتنت كوز اوف سكول ابسنس ريستريكتد اكتيفيتي اند انكزايتي للطفل. يبقى جينيتك بريديسبوزيشن مالتي فاكتوريال كده. ثم الاساس ثم الدومينانت والكلام ده. في جينيتك بريديسبوزيشن واكل. ايه هي الاكل؟ هي حساسيه الهيموجلوبين اي بي كده. هم ثلاث حاجات. الانفانتايل انزيما، الانزيما سكين الرجي. هنتكلم عنه في الالرجي لو عارف الالرجي، عارف الالرجي السنه دي؟ متوقع. هتعرف ناخدها. الالرجي راينايتس والالرجي كونجكتيفايتس. دول بنسميهم الاكل. حساسية في الأنف والعين، الفانتايل انزيما، الفانتايل عنصر معاك. ثم environmental triggers وعلى رأسهم viral infections أطوار بارد ده تريجر dust pollen grains مش عارف قطط تفرم يلفرم animals مش عارف كل ده بقى ايه بيسميهم تريجرز. انت الثلاثه دول هم اللي هيؤدي الى برونكال انفكشن. جينات استعداد وراثي وهي مالتيفاكتوريا اتوميك وتريجرز تبتدي لنا البروسيس. البروسيس تبتدي برونكال انفلاميشن، التهاب في البرونكال فيه، اديما، اكسسوبيكوس برودكشن، سيلولار انفلاميشن، ايزينوفيلز وماستر وليبوسايت. بعد كده برونكال هايبر ريسبونسيسنس اللي هتبتدي تدياك ويتش از فيه. وبعد كده ريفرسبل اير واي هاروي برونكو كونستريكشن ريليف باي سابيتامول اللي هو ايه؟ بيتا 2 اجنس برونكو دايركت. امبروفد ويسكي انهيل ستيرويدز هنيجي للكلام ده واحنا جايين. سيمبتومز ويز الويز هنا انسباير الويز انسبيراتري ولا اكسبيراتري؟ اكسبيراتري ويز. كف ريسلسنس اند ايه؟ تشيست. الازمه هنمشيها معاك سلسه وسهله بس افهم لان هي مشكلتها واحنا جايين بقى لو كذا وكذا عمل كذا، لو كذا وكذا لا ما تعملش كذا، هي دي مشكلتها في كذا. Clinical features suspected in any child with wheezing on more than one occasion. مش واحد قال ان الناس خلاص يلا هو كده بس. بالذات لو في internal symptoms ما بين الدول التانية. يعني جالك wheezing وبعدين جالك مره ثانيه. في الوسط كانت كلام بعد اسبوعين تاني في الوسط ولا ثلاث اسابيع في الوسط ايه لسه في اسبوع كانت تقول ايه يعني في الدرجه سيمبتومز يعني تتوقع يعني كف ويز ما خافش قوي لما تقول برضه عمال كحه بيزيك وبرضه عمال ايه بيكح يبقى ده في الدرجه سيمبتومز. The presence of wheeze is confirmed by auscultation. هتسمع السماعة. قلنا الويز والكريبيتيشنز دي من الادفنتيشيوس الادفنتيشيوس يعني اصوات زائدة المفروض ما تكونش موجودة في الإنسان. السليم كمان. The presence of wheeze is confirmed by auscultation during acute episode to distinguish it from transmitted upper respiratory noise. دي بقى قصة. يعني هيحتاج distinguish it from upper respiratory noise. ده الشغل الشاغل للدكتور انه يقنع الام والله يا ستي ترانسميتد ترانسميتد اللي هي ايه؟ سيبه ازاي يا دكتور ما بيبطلش وانا برضعه وحاطه ايدي على ظهره عمال ازاي ما بيبطلش؟ تسالها سؤال بسيط كده طيب ليه كح؟ لا خالص بس سيبه مليان بقى اقول ازاي يا دكتور؟ طب ما بيكحش ليه؟ هو الكحه بالمزاج ولا غصب؟ قولها كده يعني هو الكحه بالمزاج ولا غصب ساعتها ولا غصب عن عيني اللي جابوه هيكحش؟ هيكح؟ ما انت بيكحش ليه؟ لان الصوت الكثير اللي هي سامعاه على الله ده المشكله في المناخير وترانسميتد الصم سامع فعماله تقول لك ازاي؟ واضح ان المشكله دي وورد وايد ان هو بيقول لك ايه؟ لازم تدستنجوش ات فروم ترانسميتد ابر اير واي نويز اصوات حتى ما قالكش ايه؟ اصوات من فوق بيشقر بيعمل اي حاجه بتسمع ايه؟ بالذات الصغيرين اللي هو ايه؟ عمود طريق غير. الكي فيتشرز
الشيخ بيسأل ويز اب بريست بس فور سم نايت القصه شهيره وقبل الفجر بساعه ليه؟ عشان يكون في ظل اللي وراك ويز اند بريست بس ويز نون فايلنت يعني مش فيروس مش نور بقى كل الجرين داست مش عارفين ليه هتعمل الكلام ده وجود الانترنال سيمبتومز كاف ويز ان بين ايه؟ personal or family history of atopic disease يعني حتى مش أزمة يعني أبوه عنده حساسية في الجلد أخته الكبيرة عندها لبس دراي وكونجكتيفايتس مش عارف إيه ولا بخص الفاميلي هيستوري أوف أتوبيك أو أت بوستر ريسبونس تو أت مثلا كنت أخد جروب كده ليه في وسط كويس مستريح مدام الهيستوري تقدر تقول إن دي إيه شكيت فيها عايز تشوف الباترن بتاع ايه؟ تكسبلور الباترن بتيجي قد ايه في عشان تشوف السيناريو هل مثلا ايه اللي بيزودها تريجر؟ لا تعرض الرصد لا القطط لا مش عارف ايه لا هل الاكتيفيتي والرياضه دي حاجه مطوله بتزودها او بتظهرها ولا لا؟ حاجه بنسميها اكسرسايز انديوسترايز هل النوم بيتكسر مشاكل في النوم ما بينام كتير من المدرسه دي بوينتس ايه؟ مهمة ايه؟ examination of the chest normal between attacks بس بص بقى long standing asthma may be high hyperinflation of the chest دي لك ليها تكنولوجي تاني ولا كلمة تانية air traffic traffic يعني مصيانة مصيانة الهواء الهواء دخل ما خرجش او ما خرجش مش معنى ما خرجش ما خرجش كله لان ايه؟ البروكيوز ده قلت لك يبقى ايه؟ الانتيو بوستيريو ده من التشست قلت لك لما بلاقي الواد ده ايه عنده بقى التشيب تشست كده اقول ده غالبا الواد ده والام الكل بتروح ده غالبا ده ايه لو جالي اول مره ده لونج ستاندنج ده. اخدت الغياب اللي الدكتور معاه في حد في حد ما خدش غياب؟ هو معلم معاكم ايه؟ صورة
يختلف المورنينج عن الايفنينج، النهارده احسن بكره اوحش،
ده ليه قيمه قدام، ان احنا حددنا البيست بتاع الطفل، البيست بتاعه كذا، احسن تصرف عنده على كذا، هنستخدمه قدام في ايه؟ هتجيله اتاك، هل الاتاك دي مايلد، مودريت، سيفير، التصرف بتاعه اقل من الطبيعي بتاعه بنسبه كذا، يبقى مايلد، يبقى مودريت، اقل بنسبه كذا يبقى سيفير، يبقى دي نقط مهمه هنستخدمها. طب ده دي اكسبيراتري فلو ريت as fast as sharp as possible expiration كله. طيب inspiratory involves blowing as hard as fast as possible ماشي ولا sharp as long as possible خرج بقى. وهنا بنقيس ايه؟ فوليوم. This provides a measure of the volume expired in the first second. It's a new force that expired the volume in the first second. يعني نفس القصة بس نص بقى للتالت. أنا هاخد النفس جامد. اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت الايدام اللي بتتعرض لاوكسي تروما وبارو تروما
رومبي لايف بتراك هي كانت الوايرس وعملت لها ديستراكشن في البروكيوت وتراكيه ورومبو ماليشيا دي عامله زي لارينجو ماليشيا اللي اتكلمنا عنها بس هم جاهزين. مانجمنت اوف باث هنيجي برضه الحته فيها ايه؟ دكتور ايه هي الدراجز اللي هتستخدم في الباث؟ الدراجز اللي هتستخدم في الباث برونكودايليتورز حاجات توسع الشعر وبريفنترز تمنع نقص الانتاج يبقى هي تتلخص برونكودايليتورز وبريفنترز. البرونكودايليتورز اللي هي ميتا دو اجنست هي عندنا شورت اكتف ميتا دو اجنست شورت اكتف يعني بتشتغل بسرعه بس هتروح بسرعه زي السالميتامول والدرميتولين اللي هو الليبولين والكامل. وعندنا نقطة اتصال ليها بيقول الصابع. الصابع يعني شورت اكتف بيتا تو اكتف. ولونج اكتف يسموها اللاف زي سالميتول. بس ده ما يستخدموش كاسكيو. فاهمين؟ مش رابط ايه؟ وانتي كولينرجيك برونكودايليتور زي الايباتروبيوم بروميد. زي الايباتروبيوم بروميد بتسيبه لايه؟ للسيفير كيس زي ما احنا جايين.
فينا ليه الانسفشنس والكلام ده كله. لا هي مالهاش حل، بس في نفس الوقت عيان جاب ستيرويد حتى لو فيري لو دوز لازم تعمل له بلوكينج ايه على البوست. الهاير دوز هنعتمد بقى ايه بسايد افكتس في الدوز هتبقى سبريشن بوز ميكانيزم اللي بيتاثر لما ايه هاير دوز. طيب عندنا حاجه اسمها اد اون ثيرابي، يعني اضفنا شيء كمان فوق 5 سنين. لا مش معانا ستيرويدز تحت 5 سنين، ما نستخدمش اللغه دي ابدا، نستخدم السنجولير اللي هو الريسبتور انتاجونست اللي هو الكروكاس. عندنا بعض الادون ثيرابي سلو ريليز اورا تايفيلم، بس البشر كمان بيعمل فوميتنج كل دي مشاكل ايه؟ اورا تايفيلم اللي هو الامايوفيلم. والانتي بايوتكس نو فاليو انليس عندك كلير ايفيدنس ان احنا معانا انفكشن. الانتي هيستامينكس ملهاش دور في الازمه، بس هي دور في حاجه بتتعامل بيها. الانتي هيستامينكس ده عشان تعالج الالرجيز والالرجيز والالرجيز. اللورا تيمين اللي هو في السوق اسمه كلارينين والفوسيدين. مارك ثيرابي دي انا مش هتكلم عنها لان انا هتلخبطها جامد لان عليها قوانين فبس بلاش. طيب عايزين نعمل، طب عندنا حالات سيفير قوي مفيش فايده، عمال تكتب مفيش فايده كده، هنضطر بقى اديشنال ثيرابي بس فور سيفير بس حالات سوس سيفير زي الكورن بالبرنسيه كده.
بيعمل في كل الاعمار. ممكن لو بتريد تسيب الاندمس او لا. اللونج ايه؟ اكتف كده. يبقى تاني. ستيب اب. ان انت هتدي فيري لونج. كان هنا او ان. كان في الدين يا الكبار بدل لو في الدين تدي لا. فتكون لغايه دلوقتي ولا صعب. مفيش فايده. كونسيدر. الانهيل والديب سترويز بدل فيري لو بقت لو. او شيل الاكتر من 5 يير ادي كنتو فين او لا. هو كاتب لو نو ريسبونس ستوب ات. مفيش فايده ريفير تو سبيشالست راجل بالمونولوجيست او راجل بتاع انرجيست عشان عندي بقى حاجات الكورونا الانتيماتيز هيدي حاجات لك ايه اتكلمنا عن الصوت. بس انا قلت لك ركز من تحت كل ده ومين ماشي معانا؟ الريليفر از مين؟ اللي هم ايه؟ الشورت اكتنج بيتا. يبقى شورت اكتنج بيتا جو اجنست از ريكوايرد. كونسيدر موفينج اب لو ايه؟ لو حد يدي قلناها في السلايد اللي فات. اكثر من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع بتستخدم الشورت اكتنج بيتا جروب اجنست جروب ده. يبقى تاني ازميل احنا ماشيين يعني واحد مثلا ماشي على الهيد كورتيكوسترويد ولونج 3 يوم في الاسبوع بيستخدم الضغط يستخدم السلبيدامول فاخدت الفيتولين ماشي يومين في الاسبوع ماشي ثلاث لا ثلاث مرات في الاسبوع لا هنعمل ايه؟ ثم بقى طبعا كانت allergen avoidance and other pharmacological measures in children who have allergy to house dust mites طبعا كانت dust mite impermeable bedding allergen immunotherapy ايه allergen؟ ده beneficial لو انت لو عندك حساسيه بالallergen واحد بالسكين كريم تيست حددت انه عندك حساسيه مثلا كده عارفين ايه الallergen immunotherapy؟ عارفين قصه الاستوجين اللي هو ليه اعداء كتير بيسموه بعمل كل يوم يشرب كميات قليله من السكس ويزودها 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 ده الاميونوثيرابي هو عنده حساسيه من ايه ويعرضوه ليها ويزودوا الدور ويزودوا الدور ممكن تعمل مصيبه عشان كده هي ايه لازم بقى ايه سبيشالست تبعها تمنع انهيليشن اوف سكند هاند سيجارتس انه ما يكونش قهوه او حد القرايب دخل في البيت والاي سيجاريت كده. طيب انت دلوقتي ماشي على كده وبعدين جاله حل الباقي مفهوم يا جماعه ولا صعب؟ مفهوم. جاله اكيوت اكيوت. هنشوف ايه الديوريشن اوف سيمبتومز والتريتمنت اللي هي خدها والكورس اوف بريفيس اتاكس كان بيتطلع في المستشفيات كتير ولا كانت بتخرج بسرعه ولا ايه ولا ايه؟ وتقسمها لمايلد مودريت سيفير لايف ثريتنج يبقى اكيوت ازمة مايلد مودريت سيفير لايف ثريتنج ده سلايد سهل ومنطق هو بيقول لك ديترمن هي ايه؟ نوع ايه؟ تو بريثلس تو توك مش قادر يتكلم سيفير انكريز فولت اوف بريثنج مودريت سبليت اكوستر تراكشن سيفير Persons life threatening poor respiratory. Auscultation. Wheeze well a silent chest. Keep silent chest. When I will have a explanation for can you silent chest? Silent chest the head out. The global whistle. The aim of our heart is to broke us bad. The inspiration. The inspiration. The command is how we push. The answer is to be in the day This man's not. او ترو اكزوستد ديورينج تاكس اني مور فتسمع سايلنت تشيست بس الكونديشنز فيري وورس يعني مش وحشه جدا تدي له البرونكو دايلين بزود عنه يبتدي زي يزمر ويكحكح ويعمل كده ده معنى كده سايلنت سايلنت طبعا دي حاجه سو سيريس تتخيل ان الام تيجي تقول لك واحنا بنتاكل صغيرين قال لك سايلنت تشيست ابتدي ابتدى يكحكح يقول لك ايه تخيل كويس ما يكحكحش خالص يا دكتور اخذ العلاج بتاعكم ابتدى يكحكح ده كان بيموت ده كان سايلنت تشيست على فكره كان
in life threatening condition. طبعا لازم بقى قايم الكلام ده طالما بقى بدي اي بي وكده
طيب اي سي جي بلاد الكترولايتس بتاعت المشاكل بتاعت السد التفول الاول. انت مين السد اللي ممكن تكون تنجارك لاكتيك اكيدوزن ان هايبوكاليميا كمان. انتي بايوتكس ار اونلي جيفن ايفيدنس اوف كلينيكال فيوتشر اوف بكتيريا انفكشن. قبل ده دايما كل ميجر للكلام اللي احنا قلناه تقريبا يعني اخر حاجه في المحاضره السيفيريتي بتاع البرونكال ازمه مودل السيمية تايب سيلكتنج. طبعا المودل ايه بالظبط؟ اوبشن ساتوريشن هتكون فيها فوق 90%. البيك فلو اتكلمنا عليه اكتر من 50% اوف هيز بيست. ريسبيراتري ريت اكوردنج للعمر، لان ريسبيراتري ريت بيتغير في المرحله العمريه للطفل تحت 40 من الاوان تقريبا وهكذا مثلا المقلب. خلي بالك لو سرير بتلاقي مثلا لو تحت 40 بريس بير مينت اول خمس سنين بقى فوق 40 ده سرير. نفس القصه هارت ريت تحت 140 بير مينت اول خمس سنين فوق 140 بير مينت اول خمس سنين بس في حته كده اللي هو عدد المواد البرونكو دايليتور ومش عارف. وعلى فكره تقييمك للسيفيلي بالهارت ريت اقيم احسن من تقييمك بالتكلفه هتستغرب. بس حته البرونكو دايليتور دي هي اللي ايه لو واخدها دي في مقام لايف ثريتنينج سرير الاوبس ار نوت ابريم للسرير الاوبس ساتوريشن نزل عن 92% والبيك فلو بقى 33 ل 50% بس الكلام ده. لايف ثريتنينج سايلنت تشيست اللي قلنا عنه سايروز فورس باراتوري اكزوشن اريزمي هاي انفكشن الكونشس الثلاث اجيتيشن البيك فلو اقل من 33% اوف هيز بس. المانجمنت كيف كارد مش عارف ايه شورت اكتنج فيتامين اجنس اورال بريدنسولون مونيتور ريسبونس هاي فور اوكسيتيك افيلبل شورت اكتنج فيتامين اجنس اورال بريدنسولون وكونسيدر ان ايه في باتروبيوم ديبلايز مغنيزيوم او انترافينس فيتامين اجنس ده من ايه في السيمين هناك كل اللي فيها ان طلع لنا ديبلايز بدل كونسيدر هنا طلع وكمان هتديه يعني تاني هنا بيقول لك دي سي شورت اكت ميتا تو اكت اورا بريدنيزولون اور اي بي هاي بس اورا وكونسيدر ده في السي في وكونسيدر ان هي الايباكتور انما في اللايف ستريك شورت اكت ميتا تو اكت اورا بريدنيزولون ونيبولايز ايباكتور برومايد وكونسيدر ديفايس مغنيزيوم اي بي اي لو ريسبونسنج كونتينيو بروكو دايليترز قرار تاني كل ساعه او كل اربع ساعات ديسشارج لو عدى عليه اربع ساعات او ساعات ست ساعات ساعات ست ولا ثمان ساعات ايه بقى كويس مش ديسشارج بس كونتينيو فور اورا زيرو فور اورا لو نوت ريسبونسنج خلاص هيترانسفير للبي كيو اللي هو الفيديات الاي سي يونت وبعدين سينيور ميديكال ريكلو كونسيدر اي بي سيرابس اللي هي لو اي سي سيرابس اوريدي ما انتهتش ما انتهتش تاخدها وكونسيدر تشيست اكس راي انك انت داخل في ديموسورس او بتاع نيد فور ايه حاجات كده اخر حاجه بقى سلايدين كده بيشن ايديوكيشن وتو ذا بيرنتس وتقول لهم ايه يبقى بيشن ايديوكيشن رايت ديسشارج فروم هوسبيتال افتر اكيوت ادميشن The following schedule should be reviewed. What drugs should be used? Regular level A, statistics, rescue, towards the giver, whoever started. How to use the drug in hand technique, and also where is the drug to start them in the initial phase. See, I have a small space of the mask, and after that, say, that's the way I'm going to use my arm. We have a lot of that, and we have a lot of that. The book has pushed the محتوى ده هو بيتنفس في الماسك ايه يقدر ياخد الايه؟ الدراج. What each drug does لازم الاكل يتعمل ايه؟ يعني مش معقول جاله هتاك وتروح مدياله ايه الكورتيكوسترول؟ تقول له ده انا اديته وده انا اديته ومفيش فرق تديله ايه؟ لا ده ريفرتر وده ايه؟
عايزين تعمل زي الفيديو كده في حته كده. قول لي مع الصغير بس مش اقل من 2 مينتس. لازم تعرف ان هي الاكسبوزيشن وانمي الانفيرمنتال تيكت. وهنخش بقى ايه نقطة مهمة اللي هي في البري سكول تشايلد اللي هتكون باتلز فايل ايبسودك كويك اللي هي جود بروجنوز. مفيش انترنت مفيش انترنت سيمتوز مفيش والمالتيبل تريجر ميزنج اللي هي عادة ايه هنكمل قدام. الريسك فاكتورز اللي مالتيبل تريجر هتخش البلازما مور ذان 3 ايبسودز. الويز بتطول اكتر من 10 ايام. في انترنال سيمتومز ان هو لاقي او يضحك او يلعب او بتاع سيموليت ايه؟ الويزز الرجي سنسيتيزيشن اكزيما الرجي او فاميلي هيستوري او فاميلي. قلنا الانفستيجيشن الصغيرين ما بنخشش في المونري فانكشن تيست. الاب مش قصدي الصغيرين تحت 5 سنين كل كلامي تحت 5 و5. في اكسبيراتوري فلو ريت ده بيقيس التسارع اللي هو شارب اند فاست از بوسبل. ثم الفوليوم في اول ثانيه ثم التوتال فوليوم اللي خرج. ودايما ايه ده تقييمنا الطفل عامل ازاي. بروكودايتس ريفرسيبيليتي هنعمل الكلام ده قبل وبعد البروكودايتور. هنلاقي تحسن في اكثر من 20% في اكسبيراتوري فلو ريت او اكثر من 12% ايه فورس اكسبيرات فوليوم 1. ان هي دايركت كونسنتريشن ده مش موجود في مصر. الريبليكيشنز اوف ازما قدامه وقلنا لا ما تستخدمش تحت سن 5 سنين وما تستخدمش من غير الايه؟ الانهير كورتيكوسترون. وقلنا عندك اندوكرين ريسبتور انتاجونست اللي هو السيكولين ده بيستخدم في الصغيرين كابريدنتور وممكن كمان في الكبار. قلنا الهيموجلوبين انتي بودي ده ايه؟ سبيشال. قلنا الستيب اب والستيب داون على حسب الكنترول وايه اللي تعرفنا للجود كنترول لمده 6 اشهر. ستيب اب وستيب داون ريجلر بريفنتر لوحده. وقلنا برضه ايه الريليفر از نيدد بس تقييمنا الكنترول حلو ولا وحش اضطرينا نستخدم الريليفر اكتر من 3 مرات في الاسبوع اللي هو شورت اكتنج ستارت. ريجلر بريفنتر اور لو بتديني ريسبتور انتاجونست وبعد كده بنزود بلا اللي هو بقى جوه. نقطه برضه مهمه تقييمنا للموديل والسيرير واسسمنت للازمه مبني على حاجات كتير قوي. كنا بنطلع ساتوريشن وبنطلع البرفورمال فانكشن تيست اللي احنا قلناها وبنطلعها الريسبيراتوري ريت. خلاص بنخلص والله بنطلعها الريسبيراتوري ريت وبنطلعها الهارت ريت. والهارت ريت تقييمنا للسيميليتي بتاع الازمه اطيب ولكنه للاسف بيتاثر بتاثر ايه بالايه؟ بالليفر اللي هو اخدها لسه ايه؟ وكده. هنا خلاص شكرا يا جماعه وتعالى أدب ومحترم وشغل عالي.